ربما كانت الأرض في بدايتها أرجوانية اللون وليست خضراء، إذ تفيد إحدى النظريات بأن الميكروبات القديمة استعملت جزيئات غير الكلوروفيل الأخضر لامتصاص أشعة الشمس، ويحتمل أن هذه الجزيئات قد منحت الكائنات الحية لوناً بنفسجياً. العلماء شبه متأكدين من أن كوكبنا كان له أكثر من قمر، كان أحدهما صغيراً لا يتجاوز قطره 1207 كيلومتر. لسوء الحظ اصطدم بالقمر الثاني الذي صار القمر الطبيعي الأوحد والوحيد لأرضنا. كان هناك جسم آخر يدور حول كوكبنا واختفى مؤخراً، إذ ظهر مؤقتاً قمر مصغر يسمى CD3-2020. هذه الصخرة الفضائية الصغيرة التي لا يتجاوز قطرها متراً واحداً دخلت مدارنا قبل أكثر من سنة، ويعتقد علماء الفلك أن القمر المصغر قد رحل عن مدار الأرض في شهر مارس. ينجرف من 60 إلى 100 طن من الغبار الآتي من الفضاء نحو كوكبنا يومياً. غالباً ما تطلق المذنبات هذه الجزيئات الكونية الصغيرة التي تتكون عادة من الغبار والجليد. عندما تحول الشمس هذا الجليد إلى بخار، يسافر الغبار المتبقي نحو الأرض. إن نظرت إلى الأرض من الفضاء، سترى كوكباً محيطياً أزرق، حوالي 70% من سطحه مغطاً بالماء، وعمقها في المعدل 4270 متراً. لكن إن جمعنا جميع هذا الماء داخل كرة، ستكون بقطر 1400 كيلومتر، وهذا بالكاد يكفي لتغطية مساحة تكساس، ويشمل جميع المياه في البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات والصفائح الجليدية والمياه الجوفية، وحتى تلك القطرات الصغيرة في الغلاف الجوي. سيشكل جميع هواء الأرض أجل كل 5140 تريليون طن كرة أكبر بقليل. بالمناسبة، كلما ابتعدنا عن السطح قلت كثافة الغلاف الجوي، لهذا السبب يتمركز كل هواء الأرض في 5 كيلومترات الأولى فوق سطح الكوكب. كل 200,000 إلى 300,000 سنة يمر كوكبنا بانقلاب قطبي مغناطيسي، لكنها ليست عملية فورية ويمكن أن تستغرق مئات أو حتى آلاف السنين. نحن نعيش داخل الشمس، يمتد غلافها الجوي بعيداً جداً عن سطحها المرئي، ورغم أن الأرض تبعد عن النجم 150 مليون كيلومتر، تظل ضمن حدود الغلاف الجوي للشمس. يظهر الشفق القطبي عندما تعلق الجزيئات المشحونة من الشمس في الحقل المغناطيسي للأرض، وتدخل الغلاف الجوي العلوي بالقرب من القطبين. يعاني خليج هاتسون في كندا من خلل في الجاذبية، لهذه المنطقة جاذبية أقل من بقية كوكب الأرض. ستزن عند الوقوف على خط الاستواء أقل من وزنك عند أحد قطبي الكوكب. يتمتع كوكب المريخ ب 15% فقط من حجم الأرض وأقل من 10% من كتلتها، ومع ذلك للكوكب الأحمر والأرض نفس كتلة اليابسة تقريباً، وهذا لأن سطح كوكبنا مغطى بالمياه لثلثيه. يحتوي المحيط الهادئ على أكثر من نصف المياه الحرة في العالم، ويعد أيضاً أكبر المحيطات. يمكن للمحيط الهادئ أن يتسع بكل سهولة لجميع قارات العالم. يبطئ كوكبنا من سرعة دورانه بشكل تدريجي، يحدث ذلك بوتيرة بطيئة جداً معدلها 17 جزءاً من الثانية كل 100 سنة، وبسبب ذلك تصبح أيامنا أطول، لكننا لن نصل إلى يوم 25 ساعة إلا بعد 140 مليون سنة. لا يتكون المحيط على سطح المشتري من الماء، بل من الهيدروجين المعدني، ويصل عمقه إلى مستويات ساحقة تقدر بأربعين ألف كيلومتر. هذا يعادل تقريباً محيط الأرض كاملاً. سنة واحدة على عطارد تعادل 88 يوماً على الأرض. لهذا الكوكب مدار مسحوق يتفاوت بعده عن الشمس ما بين 45 إلى 69 مليون كيلومتر. حتى عندما تقف أو تجلس أو تستلقي، فأنت تسير بسرعة 1609 كيلومتر في الساعة. هذه هي سرعة دوران كوكبنا في الفضاء. في الوقت ذاته، ستسير بهذه الوتيرة المدهشة فقط عندما تكون عند خط الاستواء. يرتفع الغلاف الجوي لبلوتو فوق سطح الكوكب القزم أكثر من الغلاف الجوي للأرض مثلاً، كما يتمتع بـ20 طبقة جميعها باردة ومكثفة.
غاز الميثان منتج ثانوي لعمليات طبيعية، ويوجد هذا الغاز خصوصا في الغلاف الجوي للمريخ، الأمر الذي حير علماء الفلك لعقود من الزمن. ينتج المريخ حوالي 270 طنا من الميثان في السنة الواحدة، ولا يمكن للعلماء معرفة مصدر الغاز. قارة أنتاركتيكا التي توجد في أقصى جنوب كرة الأرض ليست سوى خامس أكبر قارة، لكنها تحتوي على ما يقارب من 70% من المياه العذبة للكوكب و90% من الجليد الذي يوجد في العالم. تعد أنتاركتيكا أيضاً صحراء، فالمناطق الداخلية لها لا تتلقى أكثر من 5 سنتيمترات من الأمطار في السنة على شكل ثلوج بطبيعة الحال. سطح عطارد مليء بالتجاعيد، حدث ذلك عندما بردت النواة الحديدية للكوكب وتقلصت. يمكن أن يصل ارتفاع هذه التجاعيد إلى 1.6 كيلومتر على امتداد مئات الكيلومترات. الكثير من صخور الأرض لها أصول مريخية. حلل العلماء المحتوى الكيميائي لبعض النيازك الموجودة في الصحراء الكبرى وأنتاركتيكا وبعض المناطق الأخرى، وتبين أن هذه الصخور وصلتنا من الكوكب الأحمر. يقع حزام الكويكبات الوحيد الذي يعرفه علماء الفلك في نظامنا الشمسي بين المريخ والمشتري. ثمة الآلاف من الكويكبات في هذه المنطقة، لكن المسافات التي تفصل بينها شاسعة. إن اضطررت للمرور بتلك المنطقة، فستكون فرص اصطدامك بكويكب منعدمة تقريباً. أكبر 4 كويكبات تسمى عادة الكواكب المصغرة، كتلتها تساوي نصف كتلة الحزام بأكمله، ومع ذلك لا يشكل الوزن الإجمالي لجميع الكويكبات في الحزام سوى 4% من وزن القمر. عطارد هو أكثر كوكب يعج بالفوهات في النظام الشمسي، وسميت فوهته على أسماء موسيقيين وفنانين ومؤلفين مشاهير. ثمة واد يسمى فالس مارينرز على سطح المريخ، وهو أكبر 10 مرات من أخدود جراند كانيون على كوكب الأرض. تحير أصول هذا الوادي علماء الفلك لأن المريخ ليس معروفاً بصفائح تكتونية نشطة. الضغط الجوي على كوكب الزهرة أكبر منه على الأرض ب92 مرة. لكوكب الزهرة أيضاً غلاف جوي أكثر كثافة، ولهذا السبب لا تصل سوى النيازك الكبيرة إلى سطح الكوكب، وتتباطأ سرعة الأصغر حجماً وتتهاشم قبل الوصول إلى السطح. لكوكبنا حقل مغناطيسي بفضل المعدن السائل والساخن كالجمر الذي يتدفق في النواة الخارجية، وهذا ما يخلق تيارات كهربائية تولد بدورها حقلاً مغناطيسياً. في السنوات 200 الماضية، تحرك القطب الشمالي المغناطيسي للكوكب شمالاً لأكثر من 966 كيلومتراً، وفي وقتنا الحالي يسافر أسرع مما اعتاد عليه في السابق 64 كيلومتراً في السنة، مقارنة ب 16 كيلومتراً في السنة قبل عقود من الزمن. البراكين على سطح بلوتو، والتي تسمى أيضاً البراكين الجليدية، لا تنفس الحمم البركانية بل الثلج، وبدلا من الصخور المنصهرة تلفظ الماء والميثان والأمونيا. كتلة المشتري تساوي ضعف كتلة جميع الكواكب مجتمعة في نظامنا الشمسي. كوكب الأرض هو الأكثر كثافة في النظام الشمسي، لكن كثافته تتفاوت من جزء لآخر، فمثلاً القشرة أقل كثافة من النواة المعدنية الصلبة. الغلاف الجوي العلوي لزحل مقسم إلى 5 طبقات من السحب. تتكون السحب في الطبقة العلوية من جليد الأمونيا، ومن ثم نجد السحب المائية الجليدية، وتحتها طبقات من جليد الكبريت والهيدروجين البارد. يدور أورانوس على جنبه، والسبب لهذه الوضعية غير الاعتيادية قد يكون اصطداماً كونياً قديماً وقوياً، لكن إلى حد الآن هذه مجرد نظرية. بالمناسبة، أورانوس هو الكوكب الوحيد المستلقي على جنبه. يدور كوكب الزهرة بعكس اتجاه الشمس، قد يعود السبب إلى اصطدام قوي في السابق مع كويكب أو جسم فضائي آخر. يتمتع إيابتوس أحد أقمار زحل بلون غير عادي، فهو مزدوج الألوان، أحد جانبيه مظلم ومحمر قليلاً، بينما الآخر ساطع ولامع. لم يحل العلماء هذا اللغز بعد.
قمر المشتري آيو يحتضن مئات البراكين النشطة، وهو أكثر الجرم الأكثر نشاطاً بالبراكين في النظام الشمسي برمته. القمر مغطاً ببحيرات من الحمم البركانية وسهول من الصخور السائلة، وينفث دخاناً من الكبريت لمسافة تصل ل 322 كيلومتراً تقريباً. يستغرق الضوء 4 ساعات ليسافر من الشمس إلى نبتون. من بين جميع الكواكب في النظام الشمسي، للمشتري أقصر يوم. يومه يدوم 9 ساعات و55 دقيقة. سرعة الدوران الكبيرة للكوكب تعطيه شكله المسطح نوعاً ما،